فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل تقول: هل يجوز للإمام أن يقرأ سورة الإخلاص ثم يقرأ بعدها سورة تأسيا بذلك الصحابي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، ويكون ذلك مستمرا عادة له؟ إذا لم يشوش على الناس، الناس اليوم يشوش عليهم هذا ما اعتادوا، ولا يشوش على الناس، لكن إذا صلى لنفسه منفردا أو مع ناس يعرفون هذا ولا يتشوشون لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.